السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنكمل مع بعض وهنبدأ نشتغل في موضوع الأوثنتيكيشن. خلونا بس قبل ما نبدأ، طبعًا أنوه عن نقطة، إحنا هنا لما بنيجي نتعامل مع أي حاجة فيها زي إي بي أي وكده، هم عاملين لنا فولدر اسمه إي بي أي، فولدر يفضل إن أنت تشتغل عليه. وطبعًا أنا عايز أروح ده، طبعًا أعمل لك فايل مثلًا، دي بترجع لك ماي نيم إز، لو قلت مثلًا دي بهاء إيهاب مثلًا، ورحت على سلاش اي بي اي زي ما انا قايل لكم، وجوه سلاش هلو. انا مش شغال سيرفر، معذرة، تيرمينال نيو تيرمينال ام بي رن ديب، تمام رن تمام، عشان بس الناس تبدا ارجع لي اوبجكت، عشان في اي حاجه هنشتغل عليها هنا تبقى موجوده. طبعا احنا خلينا بس نقسم كده، هنعمل ده هيبقى ايه، هيبقى عندنا فولدر هنا اسمه اوس، ده هيبقى جواه الحاجات اللوجن، سوري مش فايل، فولدر نيو فولدر اوث، تمام. جوه طبعا هيبقى بقى جواه اللوجن والريجستر وخلافه. طيب احنا نعتمد على ايه بقى؟ طبعا احنا في عصر السرعه زي ما احنا مش هنستخدم الحاجات الجاهزه الكتير، عندنا حاجه اسمها اوث زيرو، دي حاجه بتديك باكواد بسيطه جدا، بتديك سيستم اوثنتيكيشن جميل جدا، والداتا بتتسيف حتى بتاع اليوزرز هناك. خلينا نبص عليها، اوث زيرو، اوث زيرو تمام، لان عامل اوث او اهي، طيب ماشي. هنسجل مع بعض اكونت دلوقتي وهنشوف. هي بتديك من الاخر يعني بسطور كود بسيطه، بتديك نظام كده، بتديك زي دي كده تعرف تكونكت بالحاجات دي مع الايميل والباسورد، وبتديك السيستم بتاع الاثنتيكيشن كامل يعني. طبعا هي لها برايس بس احنا نشتغل على الفري عادي يعني، مش مشكله. كل حاجه انت عارف، فري بلان وايا كان انت بتدي توست قد ايه، لو هتشتغل هتكسب فهتدفع فلوس، الموضوع بسيط بيوفر عليك شغل كتير. هم نفسهم على فكره يعني بيستخدموا حاجات زي دي. هروح نعمل ساين اب، سوري هو بيديك الحاجه زي دي كده ماشي. هنيجي احنا نعمل ايه، ساين اب، انا عندي اكونت ماشي، ممكن اعمل لوجن بالاكونت بتاعي بتاع الشغل اهو ماشي، سجل دخول بيه جوه، ونروح نكريت ابلكيشن، وهيطلع بقى شويه يعني. انت عشان تعمل كونكت مع الحاجات دي لازم تعمل شويه ايه، انا طبعا هقول له اذر I have okay. I need advanced setting. No. Okay. Next. يعمل سيت اب. يلا يلا. أنا مش عارف طب السماعة في القافل ده. شوف هيبقى أسرع ولا إيه. تمام. انا هقول له نيو، مش مشكله. لا مش عايز، انا مش جيب. خلينا نزوم بس عشان نشوف، ونروح هنا. ده اللي هو تمام، كريت ابلكيشن تمام. انا هقول انا عايز اعمل هنا نيتيف ولا سنجل بيج ابلكيشن، انا هقول ريجولار ابلكيشن بس حاجات. هي بقى اسمه ايه، انا مسميه بلوج اي اي تمام، خليها كابيتال عشان دي بتظهر والناس بتسجل. كريت مخلينا، طبعا هو بيقول لك نيكست، وانت عايز دي كل الحاجات بتجريت معاه، انا اقول له سكيب مش مشكله. انا كل اللي هحتاجه، ايوه بص يا سيدي، هو بيديني حاجه اسمها دومين، وبيديني كلاينت اي دي، وبيديني الكلاينت سيكريت، فده كل الداتا اللي المفروض بحتاجها ماشي. طيب انا هروح هنا هعمل بره خالص، هنا هعمل فولدر دوت اي ام في دوت لوكال ماشي. طبعا ما حدش الداتا دي ما حدش يضيفها يعني، ما حدش يستخدمها زي ما هي الداتا بتاعتي انا، محدش اللي هو ايه يبقى يحطها لي ماشي. فاحنا بنحتاج منهم اللي هو الاوس ايشو، ممكن المفروض الحاجات دي لو رحنا هنا على دي واحده، هدي كوك ستارت كده بتاع صفحه تانيه، لو رحنا كده طبعا هو بيقول لك خلينا ماشي نبص على اللي هو اللي قلت له نيكست، عشان برضه الناس تبص اللي هي يعني اللي هيظهر نوعا ما. فبقول لك شوف الحاجات دي كلها، ابدا اشرح لك بقى الحاجات، احنا عايزين نشوف ايه. هو بصوا اهو، ايوه دول اللي احنا عايزينه، هناخد ده كده كوبي، ده الحاجات اللي احنا بنحتاجها، وهنحطهم هنا كده ونبص عليهم. بص يا سيدي، فاول حاجه هنا انت بتحط الاو سيكريت كي، ده طبعا سيكريت كي بتحطه عشان موضوع الباسورد، هنشوف ازاي نجيب. طبعا تقدر تكتب كلمه مثلا ماي نيم از بهاء، دي حاجه لما بيجي جنريت باسورد بيدخلها عشان يعمل صعوبه فيها، طبعا ما بيدخلهاش كده، بيدخلها بتهاشز ماشي. طبعا بقول لك البيز يو ار ال، طبعا احنا شغالين على 3000 ده اللوكال هوست تمام، لما ترفعه على على اللايف هتغيره. هنا بقى الاوس، نيجي بقى لموضوع اليو ار ال ده، انت هنا بتجيبه، بتجيب الداتا دي من هنا اهو
نجيب السيتنج اهي. طبعا الدومين هو ده بالظبط، ده اللي انت بتاخده كوبي وتروح تبدله مع مكان ده اللي هو الدومين بتاعك اللي هو بيديه لك مع السب دومين، عشان ايه يتعمل مش شرط صح. ايوه انا شلتها غلط، نحط دي جميل. بعد كده اوس كلاينت اي دي اهو، اوس كلاينت اي دي هناخد دي اهو. طبعا المسميات دي يفضل تسيبها زي ما هي لان هو بيروح يدور عليها، وناخد دي برضو اللي هو السيكريت كي عشان المشروع بتاعي. الحاجات دي من الاخر اللي بيعرف بيها انت الريكوستات بتاعتك قد ايه، يعني ده الاثوريزيشن بتاعك بالنسبه لي ماشي. لو انت عايز طبعا ايه ده تكتب فيه السيكريت كي زي ما انت عايز براحتك، بس يفضل طبعا لو انت تجيب مثلا حاجه زي لو جبت مثلا هاش سيكريت راندوم 32 بت مثلا، لو رحت هنا مثلا ده لا ده سكريبت جه هنا مثلا اونلاين اهي، ده تول اهي بتجنريت اهي، ممكن تاخد واحد زي ده مثلا كده، ممكن تاخد اي حاجه سيكريت كي زي ده وتحطه او تكتب كلمه زي ده براحتك يعني، الموضوع راجع. المهم احنا لو رحنا عملنا ده بالظبط كده، ممكن نبص على الكوي ستارتد برضو عشان نمشي معاه واحده واحده زي ما احنا مشينا تمام. طبعا هو بيقول لك لو انت اصلا يعمل لك الحاجات دي، لو عملت ام بي من ستون الاوس كذا هيربط لك الدنيا ببعضها، هتبدا هتلاقي الحاجات دي جنريتد اصلا وانت بس تعدل عليه. هو بيقول لك هنا يا سيدي، بص يا سيدي هتروح بقى فين؟ هتروح الديناميك اي بي اي الراوت اللي احنا فيه هنا دي، وهتعمل فولدر اسمه اوس، هو اللي قايل لك اوس. وبعد كده هتعمل جوه هنا هيبقى فيه بقى ايه؟ هتعمل فولدر بالشكل ده كده، هو هيدور على الشكل ده، لان هنا هيعمل ديبندنسي الكود الصغير اللي هو كاتبه ده هيروح يضيف لك فيه بقى اللي هي ايه زي ما بيقولوا الحاجات اللي هي هيبقى فيها اي بي اي اوس لوجن لوج اوت كول باك اي بي اي اوس دوت كل الكلام ده، عشان يجيب لك مثلا البروفايل بتاع شخص معين، هينجكت لك كل الفانكشنات والحاجات دي بمجرد ما تكتب السطرين دول. طيب ازاي بقى؟ هتروح هنا اهو على الاي بي اي هنا جوه الاوس، نعمل نيو فايل، نحط اللي انا اخدته ده دون ماشي. هنروح هنا كل اللي احنا محتاجينه نعمل امبورت ماشي. طبعا هو بيقول لك بص هنروح هنا نعمل كده، طبعا هيديني ايرور لان هو مش متعرف هي دي، انا لسه ما عملتلهاش انستول، فالمفروض اروح هنا اعمل لها انستول فين بس ال ام بي انستول اوث نيكست. انا هي ده اصلا اهي يا سيدي، هنروح نقفل ده، نقفل دي كده كنترول سي كنترول في اهو، هننستوله يلا يلا تمام. ام بي ام راندي. طيب احنا عايزين نوصل بقى، هو دلوقتي شايفين انتوا بالسطرين الكود والملف الصغير اللي احنا عملناه ده، سطرين الكود ده احنا بس مجرد عملنا امبورت للمكتبه اللي احنا عملناها، وقلنا له في ديفولت في حاجه اسمها هاندل اوث دي بقت موجوده بقى عندي في الفولدر السيستم الكامل، لان انا ايه كان انا بالظبط عندي اللي هم الحاجات دي، بس انا بس حاجات في السيتنج المفروض اروح اغيرها واحفظها، ان انا هروح له هنا في فين بسم الله الرحمن الرحيم الكول باك اللي هو كول باك يو ار ال، اللي هو هقول له اللي هو هقول له ايه؟ هقول له اليو ار ال اللي هو اتش تي تي بي او لوكال هوست، سوري لوكال هوست سلاش 3000 سلاش تقريبا اي بي اي سلاش اوث سلاش كول باك، هتاكد منه يعني مش الموديل، وال اللاو لوج اوت لا الويب اوريجين اللي هو ده بس اتش تي بي ده، المفروض دول كده يبقوا مظبوطين يعني هم دول، هتاكد من ال هنتاكد منهم بس عشان نتاكد عشان ده هنسيبه عشان ده اللي هيشتغل تمام. بس طبعا ناسي ايه اتش تي بي اتش تي تي بي، وطبعا الحاجات دي لما نرفع على يو ار ال والدومين بتاعك لازم يتغيروا اتش تي تي بي تمام. وهنا برضو هنحط له الاتش تي بي ايه طبعا اي بي اي اوت وكول باك زي ما انا كاتبها صح، وهنا برضو هنحط على ال لوج اوت برضو ناخد دي كده هيبقى اتش تي تي بي 200 تمام ماشي. فده احنا عملنا اللوج اوت واللوج ان تمام ماشي، هنقول له سيف لو عايزنا هنعدل دي بعد كده في حاجات نرتاح ماشي. هنروح هنا على ايه، احنا دلوقتي عملنا المفروض الكونفيجريشن مظبوط، عايز نتاكد ازاي بقى؟ هروح على الهوم بيج وهوم بيج طبعا عشان برضو هنستخدم شويه حاجات، نشوف حاجات مثلا ايه تيل ويند كومبوننت إيه، فعشان ما نصممش مش هنصمم بايدينا في كل تفصيله يعني، عايز نصمم حاجات لا خلينا نروح واجيب فري
واقول له مثلا بطن، عشان عايز بطن بس دلوقتي اعمل له لينك بطن زي ده مثلا، هقول تمام ده بطن كويس هو هاخده، ممكن اخد بس البطن كده طبعا ده ديب، لا لا هي ديب صح كلها ايه ماشي. هاجي هنا في الهوم بتاعنا اهو، وهاجي تحت دي كده مثلا اقول له كده سوري تحت البتاع دي ونقول له كده نقفل دي ماشي، نتأكد بس إن هي شغالة. نروح هنا للهوم أهو، بص الزرار ماله، بيجي برايمري ماشي، هات التكست عشان هتلاقي فيها تكست وايت أهو، فأنت عايز تغيره بس تتقف عليه كده مثلا هقول له بجد مش تمام بطنه، انا هغير بس الكلمه دي كده وهقول له مثلا ايه لوجن تمام، هيبقى لوجن انا عايز اضغط عليه يبعت من فين، يوديني يوديني للصفحه اللي احنا عاملينها، فخليني احيط البطن ده ماشي، هاخد دي كده كنترول اكس وهعمل لينك، اللينك دي طبعا حاجه في ال حاجه في ال في الاتش ريف، وهقول له يا سيدي وديني لسلاش زي ما احنا رايحين كده، هنقول له ايه سلاش اي بي اي سلاش اوث سلاش لوجين تمام. طب هتقول لي جبت دي لوجين منين؟ ده اللي هو عمل لك انجكت ليها، نعمل ريفرش لو ضغطنا كده هياخدني للصفحه المفروض صح كده، المفروض لقيت ايه الصفحه دي جاهزه اهي، دي بقت موجوده بناء على دي طبعا ما اعتقدش ان هو اصلا هيشتغل ايرور وتمام لان مفيش اصلا اكونت بالحاجه دي، لو انت اعتقد لو انت عايز تعمل بنعمل بقى تست اكونت هناك، احنا بعد ما سيبنا المفروض هو خدني، لو رحنا على كونكشن ادونز لا تمام مفيش مشكله فيه، هو دي انا عايز اتبع شويه اشوف ايوه بحب له كده ماشي، الاي بي ايز سو انتجريشن اوثنتيكيشن اهوت الداتابيز، المفروض انت مثلا لو عندك اكونت هنا استنى فين الاكونت اوثنتيكيشن بروفايل استنى تمام ماشي صح، انا مش عامل اصلا ريجستر ماشي، لو انا عامل ريجستر باكونت مثلا زي ده هو هو انا كنت بسيبه هناك عشان المفروض يعني المفروض ده تمام ولا قاعد ميت داشبورد المفروض هيلاقيها هنا خلينا نجرب على الموقع بتاعنا كده، لو رحت عملت لوجن ونفس الاكونت اللي اكسبت تمام، هو دخلني هنا جابني هنا لان انا مش مودي لصفحه تانيه، هو اتسجل والمفروض لو رحنا هنا في اللي هو الداتابيز بيلود يوزر اوثنتيكيشن، لو دخلت عليه ده طبعا الماكس، انا عايز فين اللي استنى يوزر مانجمنت يوزرز اهو، ده اللي عمل له اوس وجوجل من فيو سكند وتو لوجز، هو دخل مرتين تمام، فانت هتقدر وتقدر تكريت يوزر من هنا عشان تستبي هناك، فهو بيديك يعني اوثنتيكيشن كامل للسيستم بتاعك بمجرد ما انت بتحطها له على الوش كده الناس تقدر تستخدمها، فده كان الموضوع ببساطه وباختصار هيسهل على حاجات كتير، هيخلينا نعدي مراحل في الموضوع عشان نركز على الجزء المهم لينا على كرييت الاي اي بلوج، طبعا انت لو انت حابب الافضل انك لو انت عايز تعمل اوثنتيكيشن او يوزر هتلاقي ملايين التوتوريالز بتوريك ازاي تعمل اصلا اوثنتيكيشن اوثنتيكيشن سيستم كامل للسيستم بتاعك ويبقى خاص بيك بالداتابيز وكده، يا رب يكون الموضوع بسيط وسهل كلها حاجات بس كده بالممارسه تلاقيك عملتها اصلا واشتغلت والدنيا تمام، انتظرونا المحاضره الجايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.